يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بجلسة جديدة من نقاشات نادي كتاب Out and About. أنتوا تعودتوا علينا هيك على زوم، إحنا بنبلش زوم دايما على الساعة 7:30 بتوقيت عمان. اليوم في عنا كتاب أو رواية صغيرة، خلينا نحكي، اللي هي رواية اللؤلؤة لجون شنايبك. جون شنايبك هو أحد روائيي الروائيين الأمريكيين الذي تمرد على مجتمعه، خلينا نحكي، وناقش مجموعة من المشاكل اللي بتكون في هذا المجتمع من خلال كتاباته. جون شنايبك حائز على جائزة نوبل للآداب في سنة 1962، ولد في كاليفورنيا في سنة 1902، وتوفي بنفس كاليفورنيا في منزله سنة 1968. كان حاول يدرس دراسة الأحياء البحرية لكنه توقف عنها، ما أخذ الشهادة ولا كملها، وإله مجموعة من الكتب المعروفة. واحدة من أهم كتبه وأهم رواياته هي عناقيد الغضب، واللي هي بيحكوا إنه هو أخذ جائزة نوبل الآداب بناء عليها. في له كتب وروايات مثل شارع السردين المعلب، الحافلة المتنقلة، شرقي عدن، رحلات مع شارلي، أمريكا والأمريكيون. طبعا جون شنايبك واحد ما بيسموه من الأدباء الأمريكيين الغاضبون، اسمهم في مجموعة من الكتاب الأمريكيين كانوا يسموهم الجيل الغاضب، فكان جون شنايبك واحد منهم. اليوم روايتنا اسمها اللؤلؤة. ما بعرف كم حدا فيكم قرأ الرواية أو مين قرأها، لكن اللؤلؤة عبارة عن رواية قصيرة بتتكون من تقريباً 100 صفحة، خلينا نحكي. هي بتتحدث عن صياد مكسيكي اسمه كينو وزوجته اسمها جوانا وتيتو اللي هو ابنهم، طفل رضيع صغير. طبعا كينو يعني اللي بيقرأ الرواية بحس بأنه زمن الرواية كان قبل زمن العصر الصناعات الحديثة، خلينا نحكي، فكان تقريبا يمكن بالقرن 17 أو قبل، يعني أيام ما كان لسه بجروا العربات بالخيول والثيران. فكان هو بيعيش في هذه في بلدة صغيرة في المكسيك، عبارة عن بتعرف الصيادين في المكسيك بسبب طبيعة. بس ممكن لو سمحتوا تعملوا ميوت صوت صدى. أوكي. فكان كينو بيعيش في مجتمع من الصيادين الفقراء اللي هم بيكون في عندهم أبنية بيبنوا بيوتهم من القصب وبيعيشوا فيها، فكانوا فقراء جداً. ولما بدهم أي يعني أي وغير مختلطين بالعالم الآخر اللي هي البلدة أو المدينة اللي بعيدة عنهم بس مسافة أمتار صغيرة، ودائما لما يروحوا لها بيروحوا لها يعني نادرا ما يوصلوها. فكانوا هذول الصيادين بيعيشوا بهذه المنطقة. بتحكي عن كينو اللي اصطاد لؤلؤة قصته مع هاي اللؤلؤة خلال فترة أيام بسيطة. الرواية يعني الكاتب ذكي بشكل بأنه جعل الرواية تنتهي خلال 3 أيام تقريبا، 3 4 أيام كانت منتهية الرواية ومنتهية قصتها. لكن اللي بيقرأ الرواية من بدايتها بيجد بأنه الكاتب أسهب في وصف المكان، أسهب في وصف الأشخاص، أسهب في وصف صوت البرية والطبيعة اللي بيعيش فيها دار الصيادين، أسهب في وصف البحر، في وصف السماء والنجوم، وأسهب في وصف الطبيعة المحيطة بهذا المكان، حتى أصوات الضفادع، أصوات الحيوانات، أصوات القطط، الماعز، كلها بتجد بأنك يعني بحس الواحد إنه بيشوف فيلم مش بس بيقرأ رواية. بدأت يعني قصة
بس صوتك راح. أنا زمان صوتي رايح، كان حكيتولي لأنه لا هلا بس رجع. يا اوكي جماعة بس أرجوكم الكل يعمل ميوت ما عدا الشخص اللي بيحكي إذا سمحتوا. فزي ما قلت كان كينو عبارة عن يعني صياد عادي عايش في مع الصيادين، بيكسبوا قوتهم من خلال صيد اللآلئ. في مرحلة من في التاريخ كانوا في المكسيك يصيدوا اللؤلؤ ويبيعوه للتجار، وكانوا يعني يقتاتوا منه، ومش كل اللؤلؤ كان هو لؤلؤ أصلي، لأنه كان بيكون أحيانا مخرب من الأسماك الثانية، أو بيكون عبارة عن مش لؤلؤ حقيقي، فبيكونوا يعني الصيادين مش بس بيصيدوا سمك لكن هم مختصين بصيادة اللؤلؤ. اللي صار مع كينو إنه هو ابنه تعرض للدغة عقرب، كان الوصف بأنه هذا الطفل الصغير تعرض للدغة عقرب، وجد زوجته أخذته حاولت إنها تمتص السم منه، وكان في يعني المشهد اللي حطنا فيه الكاتب في بداية هذه الرواية إنه لما صار مع الطفل الصغير هذا الموضوع وصار يصرخ اجتمعوا الناس عليه، يعني هم كلهم جيران بنفس المكان، وكان أخوه من ضمن هذول الجيران اللي هو جوان وزوجته أبولينا وأولادهم، فأجوا كلهم يشوفوا شو القصة، لأنه أحيانا يعني خلي يقول إنهم بيعرفوا كل شيء عن بعض بما إنهم جيران ودائما موجودين في هذا المكان اللي هم فيه. فأجوا الجيران يشوفوا شو الحكاية، ليش هذا الطفل الصغير بعيط بهذا الشكل وليش صوته عالي كثير. فلما عرفوا إنه تعرض للدغة العقرب صار في بينهم يعني إنه صاروا يحكوا إنه رح يموت ما رح يعيش، لازم يروح على الطبيب، لازم إنه ما نقدر نعمل له إشي. فما حدا منهم عمل أي شيء لهذا الطفل، لكن زوجته جوانا حكت إنه إحنا لازم نأخذه للطبيب، لكن هذا الطبيب اللي بيعيش في المدينة أو في البلدة الموجودة قريبا منهم هو إنسان جشع معروف عنه إنه إنسان بحب الفلوس، فما كانوا متأملين كثير إنه يروح، إنه لما يروح يستقبلهم، فراحوا عليه وفعلا ما استقبلهم هذا الطبيب، وحسألهم وسألوا إنه راح تدفعوا أو لا، فكان في مجموعة يعني من اللآلئ الصغيرة وما استقبلهم وراحوا. المشهد اللي طرحه الكاتب لما تحدث عن كيف إنه كينو وزوجته مضوا للقرية، مشيوا بين الأدغال، بعدين راحوا وصلوا للأحجار اللي وصفها بأنها أحجار يعني من الجص، لأنهم عايشين بالقش، فوصلوا لهذاك المكان كانت كل القرية طالعة معهم عشان تروح وتأخذ هذا الطفل أو تزفه لهذا الطبيب اللي رفضهم. هلا أنا ما بدي يعني بعدين يعني ما بعرف مين قرأ الرواية مين ما قرأها، بس بحب أسمع يعني منكم عن الرواية وبدايتها بشكل عام، إذا حد بحب يحكي أي شيء عنها. رندا تفضلي. سعد مساكم، أهلا فيكي. قرأت الرواية، يعني هي رواية زي ما حكيتي رواية قصيرة، رغم هيك يعني كانت نوعا ما فيها تشويق، يعني استمتعت بقراءتها، ورغم إنها كانت رواية قصيرة بس فعلا يعني فيها يعني حسيت إنها بتركز على أشياء كتير من اللي بتعانيها الإنسانية، من الفقر والحاجة، من الأمل والخيبة، كمان من الطمع والجشع. يمكن هذا في أحداث الرواية الأخيرة يبين أكثر مش في البداية. يعني ممكن كمان أعبر عن الرواية بجملة واحدة، إنه يعني كان الهدف هو البحث عن حياة أفضل، وقديه كان البحث عن حياة أفضل يعني كلفت بطل الرواية الكثير الكثير. فلفت نظري في الرواية مثل ما حكيتي وصف المشاهد، يعني يمكن معظم الصفحات في الرواية كانت عن وصف المكان، وصف الأصوات،
البيئة المحيطة لدرجة أن الواحد فعلا بدأ يتخيل المكان، بدأ يسمع، يعني كان يعيش مش بس الأحداث، كان شايف المكان اللي بتصير فيه أحداث الرواية. بشكل عام يعني أنا كنت بدي أحكي بشكل عام أنه عجبتني الرواية فعلا، يعني رغم أنها قصيرة لكن فيها كتير، و بس يعني مبدئيا يعني هذا رأيي بالرواية، يعني مو حابة أحكي أكثر من هيك هلا. يعطيكم العافية. شكرا لك رندا، الله يعافيك. أستاذ عفيف تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا كمان بدي أحكي شوي عن الرواية بشكل مجمل. بالبداية مثل ما تفضلت الأخت إيمان، لابد من التنويه والإشادة بقدرة وبراعة المؤلف بتصوير البيئة والطبيعة اللي جرت فيها أحداث الرواية، فقدر أنه يجعل من القارئ شريك ويجعله فعلا بهالمنطقة عم يمشي على طرقاتها وبين أدغالها بين مساكنها المصنوعة من أغصان الأشجار والقش، ويستمع إلى حسيس النار بالمبهية وجوانا عم تخبز الكعك، أو لحفيف أوراق الشجر، وحتى لتهامس الجيران وثرثراتهم الليلية. حبكة الرواية برأيي أنا تتمحور حول سؤال مركزي: هل يطيع الإنسان قدره؟ وهل سيحسن التعامل مع المستجدات؟ أم أن القدر هو أقوى من كل هذه المتغيرات؟ نحن شفنا كينو صياد الفقير المعدم بعد ما وجد لؤلؤة العالم بلش يتخبط وارتبك بكيفية التعامل مع هذا الحدث، واكتفى بوضع سلم أولويات لأحلامه، بدأ أنه بده يشتري جديدة أو بطني بندقية، وانتهى بالحلم أنه بده يبعث ابنه على المدرسة ليتعلم ولا ينتشلوا من مستنقع الجهل. هلأ بالعودة لمجتمع القرية شق فيها كينو واللي بيعيشوا فيها الصيادين، منشوف انه بهالقرية لا يوجد مكان للخصوصية، الكل شريك مع الكل في كل حادث، وهذا بيتمثل بتهافت الجيران اكثر من مرة على بيت كينو مشاركته بالاحداث اللي حدثت، سواء بأول مرة العقرب لسع أو لدغ ابنه، ثاني مرة لما إجا الطبيب، وثالث مرة رافقوه حتى إلى المدينة المجاورة ليبيع اللؤلؤة. كل والجميع أصبح يمني النفس إنه ممكن يكون له نصيب من هالثروة هذه إذا كينو ما تغيرت طباعه. يبدو أنا برأيي إنه النظرة إلى وكيفية تعامله تنطلق من وضعه الاجتماعي أو المادي أو من المصالح الخاصة، وهذا اللي شفناه بتغير سلوك الطبيب اللي بأول مرة رفض علاج ابنه لكينو الفقير المعدم لأنه عرف أنه ما معه المصاري، فتعامل معه بكل تعالي وبكل عنصرية، وصل لمحل قال أنا طبيب ولست بيطرياً، يعني حتى نزع صفة الإنسانية عن عائلته ومجتمع الفقير اللي بيعيش فيه كينو. ولكن هذا الطبيب بنشوفه أنه بيهرول على بيت كينو بعد ما عرف أنه اللؤلؤة إجت، وبيدعي بعد ما بيدعي أنه اللؤلؤة وجدها، وبيدعي أنه هو حريص على معالجة الولد، ولكن النية كانت مبيتة عنده، بده يعرف مكان هاللؤلؤة ليحصل عليها. أيضا شخصية الكاهن كانت ملفة. الكاهن حاول كينو والتأثير عليه، أول شيء تمنى أنه يكون هو له ابنه، يعني يكون عامل معه الجميل لمسفى، وتاني شيء نصحه بالتقرب إلى الكنيسة والتبرع إلها، فالكل منلاحظ بيحاول الوصول إلى المال مستغلاً الصلاحية أو السلطة الممنوحة لإله. هلأ في نقطة إضافية بدي أشير إلى، وهي محاولة كينو كسر المألوف
والخروج من الدائرة الضيقة والتفت من الدائرة اللي كانت تحت القرية والنظمة الاجتماعية والاقتصادية. لما وين تجار اللآلئ اللي كانوا عم يبخسولوا بسعر اللؤلؤة وقال لهم أنا أحاول التمرد، لنيتوا بالخروج إلى السوق الأوسع والأرحب ليبيع هاللؤلؤة، بمعنى آخر أنه حاول يفتح أسواق جديدة بالمعنى الاقتصادي. وهون خاصة أنه جميع التجار هن مجرد سماسرة تاجر واحد، يعني هون فكرة للاحتكار. وعبر إخوان توماس خيو لكير قال له إذا بدك تعمل هاي المحاولة أنت ما بتكون عم تتحدى مشتري واحد بعينه، أنت بتكون عم تتحدى بنية الكاملة، أنت عم تتحدى أسلوب الحياة اللي مجبور علينا أو مفروض علينا وأنا خايفان عليك. هلأ هون لعنة المال شفتها أنا أن حلت على كينو من وقت اللي حصل على هاللؤلؤ. طمع فيه الكل، الكل صار طمعان فيه، وتعرض من محاولة سرقة اضطرته أنه يرتكب جريمة قتل أول مرة، بل وأمرار ترد عليه أو ساءت العلاقة لفترة بينه وبين زوجته لما اكتشف أنه قامت بسرقة، إذا جاز التعبير سرقة اللؤلؤة لترميها بالبحر لأنها تشائمت منها فضربها وعنفها. وبعدين أتى قصاصي الأثار للحقوه، وللأسف كمان ضربت إحدى الرصاصات رأس ابنه فقتل بهالرصاصة هذه، برأيي قتل حلمه وقتل مستقبل، هو كان كل حلمه أنه يبعث الابن على المدرسة ويغيره من وضعه. رجع على الضيعة على قريته حامل خيبته وجثة ولده ليكون خسر مستقبله وما قدر يتخلص من حاضره. وهون بستذكر المثل اللي بيقول اجري جري الوحوش غير رزقك مش رح تحوش. فلما رجع رمى اللؤلؤة بالبحر رماها بعد ما انه خسر ابنه، وساعتها اكتشف انه معاش الى قيمة، غيرت نظرته للؤلؤة من بعد ما انه خسر ابنه. بالاول كان يشوفها لماعة براقة، هلأ شافها تغير لونها وصار عندها نوع من البهتان ورماها بالبحر ورجع لحياته الطبيعية. رواية كتير حلوة وبتحمل كتير، وأنا استمتعت. شكراً للي اختارت. شكراً لكم. شكراً لك أستاذ عفيف ولهال المجمل الحلو للرواية، يعني أنت أخذتنا فيها من بدايتها لنهايتها. شكراً لك. تفضلي نعمة. الله يخليك. بس بدي أحكي ما ننسي كأنه وقفتي عند البداية وكأنك طلبتي إنه نكمل، أساس أنا قريت الرواية كلها طبعاً. تفضلي. فكنت حبيت إني أكمل بعدك يعني، فإنه بعد ما في مشكلة، اللي بدك تقولي قولي، بتحب تقولي عن البداية. بعرف لأن يمكن مش الكل قرأها أو إشي زي هيك. عادي الأستاذ عفيف عملنا ملخص. عمل ملخص. بس تأخذي من أي منطلق إذا بدك. بدي أقول لك المنطلق إنه كيف إنه لما الطبيب إنه فشله ما رد يعالج ابنه وإنه بده مقابل مصاري، فهو طرق الباب في إيده، إشي زي تصميم على إنه يحصل على الشيء اللي بخليه يعالج ابنه. فهو كتصميم منه اتجه إلى البحر، يعني من خلال شغله ما عنده يعني شيء تاني يروح يلجأ له عشان يحصل على المال أو على الجاه عشان يخلي الطبيب يعالج ابنه سوى البحر. وكان كل البحارة كلهم كانوا دائما شغلهم إنهم يدوروا على اللؤلؤ، إنه هو اللؤلؤ هو حياتهم، إنه يجمعوه يروحوا يبيعوه. وعادة اللؤلؤ اللي عم بيصطادوه عم بيصطادوه مش ذات قيمة كويسة، يعني إنه يقدروا إنهم يحسنوا من حالهم أو من وضعهم. بينما كون أو كونا مش عارف، فهو راح اتجه للبحر في محاولة للصيد طبعا. فهو لما راح على البحر وصاد وصمم بنفسه إنه يحصل على شيء قيم، المهم إنه ظلوا يدوروا في البحر لحد ما لقى هاي اللؤلؤة. هي كبيرة نوعا ما، أكبر من الباقي، زي كأنها لؤلؤة يعني ثمينة، لؤلؤة يعني بتحمل قيمة كبيرة. فهو المهم لما طلع من البحر ولقاها وفرجاها لمرته، طبعا فرجينا انت زي ما قلتي انه الكل كان بيعرف الكل والكل قريب من الكل، فهي هاي اللؤلؤة لما انه اصطادها او لقاها كونا هي كانت مش كأنها مش لملكه لحاله، صار الكل يطلع عليها، الكل طمعان فيها والكل صار انه بده يستفيد منها.
الجيران صاروا يفكروا كلهم مع بعض، صار يفكروا شو بده يعمل فيها كونا. حتى زي ما تفضل السيد عفيف يعني انه حتى الكاهن اللي في الكنيسة صار بده يشوف قديش بده يعطيه منها عشان يحسن الكنيسة شو بدها. حتى الشحادين اللي برا اللي كانوا صاروا برضه كلهم بدهم يستفيدوا من هاي اللؤلؤة، يعني انه مش بس اللي لقاها، الكل صار بده يستفيد منها. حتى لما وصل الخبر للطبيب انه في لؤلؤة صار بده يغير رأيه، بده يروح يعالج الصبي فيما بعد يعني زي ما حكى. وغير هيك كمان التجار نفسهم فرجونا كيف انهم التجار كلهم انه يمكن في ايامنا هاي زي هيك انه كلياتهم مجتمعين على اساس انه كلهم عباره عن شيء واحد، بس كيف انهم كيف بدهم يتلاعبوا فيه حتى يعطوه السعر الاقل. هم طبعا نفسه هم المستفيد هو واحد، ومش انه تجار وتنافس شريف وشيء بيناتهم، لا هو واحد كبير، هو هذول مجرد فرجونهم كانهم موظفين عنده بس مشان يتلاعبوا بصاحب اللؤلؤة. والباقي اللي فسره أستاذ عفيف يعني بديش أرد أعيده. يعطيك العافية. شكرا لك نعمات. تكنو بوفا ما أعرف مين بس تفضل. هذا أنا سعيد. أهلا سعيد. كان بالأول دخلت باسمك. هلا دخلت باسم تليفون. تفضل. ميوت انت أستاذ. أول نستحضر بيتين شعر قالهم عروة ابن الورد، حكى ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم وأحقرهم لديهم، وإن أمسى ذو نسب وفير. حقيقة الأمر في بداية الرواية أعطانا صورة مفصلة عن حياة مجموعة بشرية، وليست كينو فقط الأول يعني عن حياته هو، لكن مجموعة من البشر كانوا معزولين في جيتو خاص فيهم. وما كانش لهم أي اهتمام في البيئة المحيطة فيهم، يعني مثل أي فئة بشرية تعاني من مشكلة معينة محصورين في زاوية. عند ما بتعرض أي إنسان، طبعاً كل جميعهم كانوا شركاء في الفقر، يعني إذا بتعرفي نفس نوعية الغذاء، نفس نوعية الأكل، نفس نوعية العمل، النتيجة كمان نفس المستخرجات، يعني كمية اللؤلؤ أو طريقة اللي بيستخرجوها، يمكن عدد الحبات والحجم تبعها والسعر الهزيل اللي بعطيهم إياه ضعيف دائماً هيك. فعندما حمل ابنه راح عند الدكتور أهمل الدكتور لأنه مش فاضي لهذه الفئة البشرية، ولو طبقتها يمكن في كل المجتمعات، يعني خلينا نكون لما تطبقيها على الناحية الطبقية في المجتمعات هناك اهتمام كامل بطبقة معينة، لما بروح براجع المستشفى البلد كلها بتنشغل فيه من وزير الصحة لحد الممرض اللي عندنا في المركز الصحي. ولما بيكون فقير وما يدوش أي أهمية، فلا الطبيب ولا حتى يعني ولا شيخ الجامع بده يطلع عليه. لما رجع صمم الزلمة إنه بده يسعى إلى الثروة، بده يجيب إشي. فعندما جاب هذه اللؤلؤة، الأصل إنها هي بترمز للثروة، ولكن أن له أن يواجه حتى لو ملك الثروة مش راح يملك القبول لدى الأشخاص المتسلطين اللي في المجتمع، يعني المحتكرين والبلطجية وأصحاب رأس المال كلهم بتآمروا عليه. يعني أنا بس أذكر في السبعينيات والثمانينيات لما كانوا يحكونا عن الشخص اللي بيجي للحظة معينة ببيع أرض أو إشي هيك بصير معاه شوية مصاري، بلتفوا حوليه السماسرة والبلتفوا حوليه يعني الفهلوية، فبطيروا مصاريه بعينوله سكرتيرة وبعينوله بعدين بعد شهرين ثلاثة بيحمل يعني شروين قير وبيجي ماشي فيش معاه ولا إشي. فهذه الصراع الأزلي بين ممكن والعلم عند الله بين الطبقات، طبقة الفقيرة وأصحاب السلطة ورأس المال والناس المتنفذين. يعني لو أجت إيمان الخطيب تجيب لها
الآن حملة باخرة رز بدها تبيعها في الأردن، مستحيل تقدر تبيعها لأنه بده يطلع لها شعبان ويطلع لها كل تبعين اللي هيك بدهم يمنعوها، شايف، وبأخذوها بالسعر اللي هم بدهم إياه مش اللي بده إياه. فهذه حالة تتكرر، بس إخواننا الصحيح يعني في الأدب اللاتيني أو أمريكا اللاتينية بوظفوا البيئة والأحوال اللي بيعيشوها بطريقة رائعة وجميلة. يعني لو هذه الحالة في كل الكتابات اللي كتبناهن أو قرأناهن للكتاب اللي من أمريكا اللاتينية تتشابه تقريبا في كثير الصورة، صورة البيئة والأجواء تبعاتها وتقريبا والأحداث. الله يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ سعيد. شكرا. حليمة تفضلي. يعطيكم العافية، مساء الخير. أهلا مساء النور. بالنسبة للرواية كتير كانت حلوة وعميقة. بالأول كيف بديش يعني أزود كتير لأنه أستاذ عفيف ما شاء الله يعني ما أثر، يعني صلت الحكي على شغلات أنا كنت أحكي فيها. يعني قصة إنه سلم الأولويات كيف تغير، كيف بالبداية بالرواية كان إنه عم بحكي لنا كيف يعني متعلق ابنه، كيف أغنية العيلة، كيف كان حتى الصورة الحسية والسمعية كله يعني شغل كل حواسك وانت قاعد بتقرأ، يعني كيف إنسان هادي بسيط يعني الحياة ماخذها ببساطة، يعني بالنسبة له كأنه هو مالك ملايين يعني على حياته اللي كان يوصفها. كيف بعدين حياته تغيرت بقصة لدغة العقرب، كيف صارت بالنسبة له هاي أغنية شيطانية، يعني كل إشي أعطانا إياه بإحساس وهيك يعني الكاتب. بعدين كيف الأولويات، كانت الأولوية دائما لابنه، يعني كيف لدغة العقرب وكيف قاعد يحكي عن ابنه. شوفي بالآخر كيف لما انقتل ابنه، يعني كانت الأولوية معطيها للؤلؤة، قديش مهتم بقصة اللؤلؤة، يعني كيف الإنسان فعلا بصير يهتم بال يعني بالمفقود ويترك الموجود، يعني إنه خلص حتى الإنسان لما يغنى فجأة أو تجي فجأة غير عن إنسان مثلا متعود على الغنى أو إنسان اللي هو المحنك ودارس هاي الشغلات وعارف مثلا زي هلأ بوقتنا الحالي. هلأ تيجي واحد فقير تيجي تعطيه مثلا يربح مثلا مرة واحدة اليا نصيب أو شيء، بتلاقيه زي ما إجا زي ما راحت، يعني لأنه أصلا ما في عنده التخطيط مسبق للموضوع. فبتلاقي إنه كيف كإنسان بسيط أول ما ربح، أول قصدي ما لقى اللؤلؤة، كيف إنه كل أحلامه كانت بسيطة، يعني إنه بده يروح يتزوج يعمل العرس بالكنيسة، كيف إنه بده يدرس ابنه، يعني شغلات بسيطة، إنسان بسيط جدا. يعني لو إنسان مثلا تاني إنسان متعود على المال وعلى إنه على الغنى وهيك راح يكون عنده تفكير تاني لأنه أصلا مجهز هاي الأشياء. ففرجوك كيف في فرق بين التفكير، ضل الإنسان بسيط بسيط حتى لو حتى لو ملك المال. يعني بالنسبة للدكتور وحكوا كيف إنه كل واحد صار يحس إنه هذا المبلغ يعني بده يفكر كيف بده ياخذ اللؤلؤة منه وكيف بدهم يستفيدوا، فعلا هو هذا إشي بالواقع. يعني الإنسان اللي ما عنده حدود صحية وبيحكي للناس والله أنا بيجيني مبلغ الفلاني أنا كذا كذا بستنى راتبي، بتلاقي كل الناس أصلا ربطين حالهم فيه. يعني كل واحد لما بيكون بده يعمل شغلة والله فلان هلأ رح يجي له مبلغ، بتلاقي حتى الناس بصيروا بدهم يتقربوا منه، هو إشي واقع. يعني فإنه حلو يعني كيف أنت بتحكي عن فترة زمنية قديمة بس لسه هاي العادات لساتها موجودة عندنا. يعني إذا الإنسان ما كان حاطط حدود صحية لإله إنه فعلا بضل الناس كلهم بضمن حلقته، وزي كده أحكي لك إياه يعني زي بدهم يتسلطوا عليه بس بطريقة إنه حلوة، يعني يجوا بطريقة دبلوماسية يعني حواليه. وبالنسبة للدكتور اللي حكوا إنه الدكتور حكى إنه هو يعني بيحكوا إنه كان بده يعالج ابنه، لا هو لما رجع الدكتور إنه بيحكي حواليه بيحكي أنا عالجت ابنه، مع إنه هو لا عالج ولا إشي. يعني كيف حتى بكذب، يعني الدكتور كأخلاقيات دكتور ما في دكتور، يعني يعني انسى العنصرية كمان انه الكذب يعني وهيك. فالقصة كتير الرواية حلوة وشكرا كتير، يعني سوري اني متوترة يعني. لا عادي مش مشكلة، شكرا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. هو فعلا زي ما ذكرتوها الرواية فيها اكثر من مدخل، فيها اكثر من شغلة وبتدل على اكثر من دليل. واحدة من الاشياء المتعارف عليها في المجتمع المكسيكي تحديدا الروابط العائلية، عندهم الروابط العائلية كثير شديدة، يعني متماسكين بشكل كبير. يعني حتى بتجدوا إنه ممكن يكون تاجر مخدرات لكن معروف إنه تاجر مخدرات ومعروف إنه هو شرير وهي، لكن لما يصير في مشكلة بالعائلة بتلاقي إنه الكل بيجي عنده. يعني في الروابط العائلية في المكسيك، هاي واحدة من الأشياء اللي طرحها الكاتب في الرواية وشفناها من خلال تجمع الناس عند منزل كينو
وانه بدهم يضلوا عنده، حتى لما بلشت مرته بدها تخبز الاكل، تعمل الفاصوليا وتخبز خبز الذره عشان العشاء بلش، وعرفوا انه احنا لازم نروح كمان يعني حتى موعد الافطار موعد العشاء عندهم متوازي. يعني لما تبلش المدخنه تشتغل في بيت من البيوت بتبلش في كل بيوت ثانيه، سواء كان الصبح بالمساء، فاذا هم عندهم هذول الوجبتين الصبح والمساء، ومعروف الاكل طحين قمح بيعملوا منه خبز او كعك او اي شيء، والفاصوليا اللي بتكون في اخر النهار. شغله ثانيه طرحها الكاتب اللي هي الصراع بكينو نفسه، الصراع الداخلي، الاغنيات الترنيمات اللي كان يسمعها في داخل نفسه واللي كانت تحكيها زوجته، الترنيمات اللي كانت سواء كانت ترنيمة العائلة أو أغنيات العائلية اللي ذكرها الكاتب، هاي واحدة من الأشياء اللي بتدل كمان على التماسك العائلي، إنه في ترنيمات خاصة بالعائلة لحمايتها. في المكسيك كمان بيأمنوا بشكل كبير بالخرافات، فواحدة من الأشياء اللي كانوا دائما يحكوا فيها هي الترنيمات، وتكون بلغة مختلفة عن اللغة اللي بيحكوا فيها، يعني زي كأنها ترنيمات قديمة بتحمي أولادهم أو بتحمي حياتهم. فكان في دائما يحكي لنا عن أغنية الشيطان اللي كانت تتردد على مسامع كينو لما وجد اللؤلؤة، وكيف كان زي كأنه في صراعه الداخلي وصراعه الآخر اللي مع البشر الخارجي، اللي مع اللي حاولوا يسرقوا منه اللؤلؤة أول مرة وحاولوا مرة ثانية وثالثة، وهذول الناس يعني مش إنهم خلص يعني زهقوا منه أو بطلوا بدهم ياخذوها، لا ظلوا محاولين وظلوا يلحقوا فيه حتى لما قد الصورة وقفت. شكله عندها مشكلة إيمان، هلا شوفها. لا لا بس دقيقة، شكله قطع من عندها. طب إذا حدا عنده أي تعليق بس عبال ما ترجع تدخل إيمان، إذا حدا حابب يضيف. مساء الخير يا جماعة. أهلاً أهلاً أبو يوسف، تفضل. أهلاً، يزيد فضلك. من هون لترجع إيمان، يعني ممكن أضيف التقاطات معينة من القصة. القصة كتير جميلة الحقيقة، وفيها واقع بغض النظر عن تاريخ القصة، إنما المشهد هذا المشهد يمتد لعصرنا الحاضر بكل معنى الكلمة. الحقيقة أثار فضولي هذا الفضول، فضول القروي، فضول أهل يعني اللي سماها الكاتب الدغل وبيوت الدغل إلى آخره، الغابات، يعني أثار هذا، يثير الانتباه. هذا الفضول أنا بسميه فضول الحقيقة، وأظن أنه دافع الفضول أكثر من أي شيء آخر. قد تكون العلاقات الاجتماعية الحميمية المتينة في العائلة نفسها
وليس في المجتمع القروي ككل. المجتمع القروي يمكن بيطلع عن الخط هذا وبيدخل بقضية الفضول الشديد. يعني مشهد الحشود الجماهيرية اللي اجتمعت على الحدث واجتمعت على الهدف معرفة مصير اللؤلؤة، معرفة مصير كينو. هون هذا المشهد أنا كثير شفته مشهد ساخر الحقيقة، وبشد بلفت الانتباه لدرجة كبيرة. هون هذا الفضول، هذا فضول عجيب. وبالمناسبة يعني هاي الالتقاطة بالنسبة إلي كانت بناء على تجربة شخصية أنا عشتها في إحدى المدن، مش القرى، في إحدى المدن العربية قضيت فيها فترة زمنية معينة. المدينة هاي يعني كان في ترابط وكان في ألفة شديدة بين أهلها، ومش إشاعات، لا، إنما لا يوجد خبر مخفي أبدا، لا يوجد خبر مخفي. إذا فلان عطس كل البلد بتعرف، إذا فلان شرب كل البلد بتعرف. أنا وين كانت معاناتي الشخصية في هذا الموضوع؟ معاناتي الشخصية فعلا إنه ما قدرت أعيش بخصوصية أبدا بمعنى الكلمة. وهي تجربة شخصية يعني عشتها ليست قيلا عن قال، لدرجة إني أفاجأ في يوم من الأيام إن يعني دخل علي موظف من الموظفين قال لي كيف كانت المقلوبة مبارح؟ قال لي كيف كانت؟ قلت له إذا مقلوبة شو؟ قال لي مش طبخت مقلوبة؟ قلت له والله مزبوط، والله زي السحر، يعني هذا شو، شعوذة ولا سحر ولا شو هذا؟ قال لي لا، إحنا البلد هون بتعرف كل شيء. يعني لدرجة إنه الواحد لما بيشتري أغراضه من محل الخضار وبيشتري لحمته وبيشتري كل اللوجيستيكس تبعته، كل هدول الناس متصلين في بعض. وتنتقل يعني، وهي لفت نظر إليها الكاتب، إنه تنتقل الأخبار في القرية في هذا المكان بأسرع من أي بريد، بأسرع من أي وسيلة نقل. تجد الخبر انتقل بطريقة عجيبة والناس كلها عرفت كل شيء. وبالتالي يعني هذا مشهد الحقيقة، مشهد لفت نظري بغض النظر عن الازدهار والحضارة. حتى في الازدهار والحضارة هذا المشهد موجود لدينا في بعض المدن وبعض القرى وبعض الأحياء. ففضول فضول فضول الناس الحقيقة شيء أنا بنظري شيء يعني لا يطاق وما إله حل. شكرا، هاي رجعت إيمان. لا أبي يوسف، معش بعتذر، فصل نت فجأة عندي. مش مشكلة. ما بعرف إذا كنت تحكي بنفس الموضوع اللي أنا حكيت فيه، وكيف الناس متواصلين ببعض، وكيف إيمان المكسيكيين باللعنات والآلهة والشيطان. لا، أنا حكيت عن القسم الأول اللي له صلة بارتباط الناس في بعض، سواء عائليا العلاقات الحميمية أو مجتمعيا العلاقات الفضولية. يعني هاي وهي، ويمكن كنت أنت لما أنا حكيت عن تجربتي الشخصية في هذا الموضوع، بس عن الترنيمات والشعوذة وهاي لا، ما حكيت. إذا في حدا بيحب يحكي، أي شايف سعيد؟ أستاذ سعيد، تفضل أستاذ سعيد. والله أنا حبيت اللي حكاه أبو يوسف، يعني بتحدث في شغلة. يمكن أنا بعيش في مدينة أو بلدة اللي هي وادي السير، الجزء اللي تحت، يعني في هذا الحكي اللي بتحكي فيه. يعني لما بصير الحدث تجد أن الكل يشارك في الحدث. يعني تصور مثلا إذا عندنا حالة، مثلا أنا بشوف قريبنا مثلا في عمان أو في المناطق الأخرى بتصير جنازة، يكون عدد مثلا كثير 50-60 واحد بيصلوا على الجنازة، عندنا بوصل لألف. يعني الكل بيشارك، بس هو فضول أو نوع من الدافع الذاتي، الكل بحب يشارك. هنا اللي بيختلف معك فيه، يعني أنا بعتقد أنهم بيحبوا يشاركوك في الفرح والحزن وفي أي شيء من باب المشاركة وليس من باب الفضول. يعني في بتفرق بين أن تكون فضول أو أن تكون رغبة في المشاركة في المصير. فما رأيك دام فضلك؟
ممكن أعلق على الكلام اللي حكيته سعيد. طبعاً أنا فهمك تماماً يعني المجتمعات في أحيائنا عموماً يعني لما بتكون خاصة إذا الحي قديم أو الحي صار له فترة في ألفة بين الناس، في مسجد بيجتمعوا فيه، في مكان ما مضافي ولا إشي بيجتمعوا فيها، يقتربوا من بعض بعضهم البعض، وبصير في نوع من التآزر والألفة بين الناس بدون شك بس يعني في هناك شوائب من الشوائب الاجتماعية هاي فعلا الفضول. أنا عانيت من الفضول بأكثر من صورة وبأكثر من وجه الحقيقة. أجيب لك مثال آخر كمان عشان تقتنع، هو نفس يعني نفس الناس هدول اللي بيحضروا معك مناسباتك الفرحة ومناسباتك الحزينة، وبيحضروا معك تخريج ابنك، وبيحضروا معك يعني في حياتك دائما موجودين. في نفس الوقت في نسبة عالية من تدخلهم في أمور أنا بعتبرها شخصية جدا. هاي مسألة تعود، هاي مسألة اعتياد اجتماعي. يعني مثلا أجيب لك مثال، الشخص المشغول ما بيقدر في كل دقيقة أنه يستقبل ضيف، وأنا لو وجدت صعوبة شديدة أول ما جئت سكنت في الحي اللي أنا ساكن فيه، وجدت صعوبة شديدة من الجيران بأنه لم بأي لحظة بدق بابك مرحبا بده يفوت يشرب فنجان قهوة، تمام؟ وجدت صعوبة شديدة بس فيما بعد فريندلي يعني بطريقة كتير خلينا نقول مهذبة بدأت يعني بدأت تستوعب الناس بأنه الوقت له ثمن، الوقت مش دائما متوفر، وهكذا. الفضول الآخر كمان يعني غير هذا المثال، الفضول الآخر إيش هو؟ جارك مثلا اللي مقابلك في الشارع، اللي طول نهار وليله قاعد في الحديقة مثلا، شايفك وين رحت، شايفك وين جيت، بآخر النهار بيستجوبك. بيعمل لك استجواب بآخر النهار، وين رحت، وين جيت، فهمت علي؟ يعني المسألة هون قد تكون اختلاف، بطريقة التفكير، اختلاف بطريقة المعيشة، اختلاف بكثير أمور. الحقيقة يعني ما في شك البساطة تطغى، على التعامل، هذا شيء جميل جدا، ومن البساطة تأتي الألفة. بس أنا ما بعرف مش كثير مع هذا الفضول اللي فعل اللي الإنسان يتضايق منه، بس مشان هيك أبو محمد الله يعطيك العافية. صحيح كلامك. شكرا أستاذ معتز. أستاذ عفيف تفضل. أنا كمان بدي أعقب على هذا الموضوع، الفضول أو تهافت الناس. الحقيقة مش بس بالفترة اللي جرت فيها أحداث الرواية، ولكن حتى بوضعنا الحاضر والحالي. ولكن علينا أن نميز بين العاد، يعني بمعنى أنه في هناك نوع من الفضول من المشاركة بالحدث العام عند القرية، يعني عند البلدات الصغيرة، هذا ما منلاقيه بالمدن حال شاذة. لا، لأنه القرية عادة سكانها بتكون بتجمعهم روابط عائلية، روابط نسب، علاقة رحمية، زائد أنه بتكون الهموم مشتركة، ومساحة الفراغ عند السكان تسمح لهم أن يتقصوا ويتسقطوا أخبار الجيران. بالمدن الحياة ضاغطة، الاهتمامات ضاغطة، نوعية السكان جايين من مشارب مختلفة، بتخلي هذا نوع من الحاجز أو نوع من الموانع اللي ما بيكون هالألف الموجودة. بتلاحظ أنه أمرار ساكن ببناية من خمسة طوابق، الناس ببعض الحالات ما بتعرف بعضها أو بتزور بعضها بالمناسبات الضرورية. فالفضول مرده أول شيء أنه طبيعة الناس، يعني نوع ناس عينة تشبه بعضها، همومة مشتركة، عندها مساحة فراغ بدها تعبي هالفراغ بترترات أو بتسكت الأخبار أو بالمشاركة أو بالدعاء الألفة والمحبة للجيران. هذا اللي حبيت أقوله بهالموضوع يعني. شكرا. شكرا لك أستاذ. يعني تختلف بالنهاية من مجتمع لمجتمع، من مكان لمكان، من
اهتمامات ناس لاهتمامات ناس، زي ما حكى الأستاذ عفيف في القرية بيكون عندهم وقت فراغ أطول، المدينة مشاغلها أكثر، القرى مشاغلها. يعني أنتوا لاحظتوا إنه في هذه الرواية المكان اللي هم فيه القصب، يعني يمكن احنا شفنا مسلسلات مكسيكية كثير، فبتلاقوا إنه في المكان اللي فيه العشوائيات والقصب هذا مش بعيد كثير عن المدينة اللي هون، لكن بتحس إنه كل ناس عايشين بجهة لحالهم ما لهم دخل. فإذا رجعنا مثلا بدي أرجع للصراع الداخلي اللي كان جوا كينو، يعني هل هو يعني كان في، شفنا إنه الصراع صراع خير وشر من خلال الأغنيات اللي كانت تتردد على مسمعه، شوي بتكون الأغنية صوتها عالي شوي وتيرتها أخفض، حتى لدرجة إنه انتقلت هاي الهلوسات اللي داخل دماغه، الأغنيات اللي كانت تتردد واللي ما كان يسترجي يغنيها أو يحكيها لكنها تتردد داخل دماغه، انتقلت للؤلؤة. يعني أنا حسيت اللؤلؤة إنها كبيرة زي الكرة الساحر أو الساحرة اللي بتطلع عليها بشوف مستقبله، شاف زواجه من زوجته في الكنيسة، لأنه كان زواجهم ما كانش عن طريق الكنيسة لأنه ما معهم فلوس يدفعوا، فكان ما يعملوا حفلة، فكان فشاف إنه إحنا رح نتزوج في الكنيسة، سوف نتزوج في الكنيسة، هيك حكى. بعدين حكى سوف أشتري بندقية، حلمه أن يشتري بندقية يصير يصيد فيها ويصير عنده يعني مدخول أكثر، بدل ما معه بس مدية صغيرة بحارب فيها أو بدافع فيها عن نفسه. بعد هيك شفناه طلع عليها مرة ثانية وحكى لا أنا بدي سوف يذهب ابني إلى المدرسة، لما طلع ابنه الصغير. فالحلم الأخير إنه رح يروح على المدرسة، سوف وحكى إنه سوف يصبح يعرف وسوف نعرف، يعني لما هو يعرف سوف نحن أيضا نعرف، لأنه ما بعرف القراءة والكتابة ولا حدا من أهل قريته بعرف. فبالتالي إنه شخص يظهر من بين هذا المجتمع يصير يقرأ ويكتب بيكون إشي كويس إلهم، إنه بصير في حدا بصير يعرف، بدل ما هم كل مرة بتصير في حد عنده مرض، بصير في حد عنده مشكلة بيروحوا للمدينة الثانية عشان يستجدوا عطف الناس اللي فيها واللي ما بيعطوهم كثير من العلم. ذكرني هذا المشهد بروايات لنجيب محفوظ، كان بيحكي عن البلد، وبنشوفه مش بس في روايات نجيب محفوظ، في المسلسلات المصرية عموما، إنه كيف الابن من القرية أو من الريف صار دكتور، فبصير الكل يا دكتور ويا دكتور، فهو بيكون هو الطبيب الوحيد أو الإنسان الوحيد اللي بيعرف يقرأ ويكتب في هاي القرية، وهذا موجود كثير في كل دول العالم. ففي موضوع الصراع اللي كان داخل كينو، يعني الصراع الداخلي خلينا نحكي، والصراع الخارجي اللي مع الناس اللي كانوا بدهم يسرقوا منه هاي اللؤلؤة العالم زي ما سماها الكاتب، كيف شفتوا هذول الصراعين، الصراع الداخلي والصراع الخارجي؟ نعمات تفضلي. نعمات بس الصوت عندك ميوت. سوري. بالنسبة أنا رأيي إنه اللي ولد الصراع بينه وبين حاله إنه زوجته لما شافت هاي المشاكل عم بتصير، كيف إنها أخذت اللؤلؤة وراحت ترد ترجعها على البحر، يعني عشان تتفادى المشاكل والطمع واللي صار يعني بعد ما لقى اللؤلؤة، صار هو بصراع بأمان إنه يعني أوكي يمشي معاها برأيها إنه يتخلص من اللؤلؤة ويريح راسه ويضله زي ما هو، ما بين إنه يكمل ويحقق طموحه ويحقق اللي هو بده إياه. فهذا اللي خلق عنده هذا الصراع، وبس هو يعني وضله معاه للنهاية، وهو صمم وضله ماشي في أموره برغم وجود الصراع، يعني ما حسم موقفه حتى هو يعني قرر إنه يروح على البلدة ويروح إنه يبيع اللؤلؤة ويحصل على مبالغ أكثر، بقي معاه هذا الصراع. يعني إنه أنا بتهيألي إنه لو ما بقي معه عنده هذا الصراع وضلوا ماشي فيه، ولولا ما مات ابنه لكان كمل، أنا هيك بتصور. وأنا حتى يعني برأيي الشخصي إنه أنا كنت بفضل إنه النهاية يكون إنه يكمل ما يتراجع جد، يعني إنه ليش الواحد ييأس؟ يعني خسر كل شيء حتى ابنه خسره، شو ضل إنه يخسره؟ ليش ما كمل؟
يعني إذا كان مثلا إذا حصحت له هاي الفرصة جت له يعني من السماء، وهي فرصة يعني بيور يعني إنه يعني من الله إنها منحة وشغلة زي هيك، إنه ليش ييأس مثلا؟ ليش ما يكمل ويروح ويحصل على اللي بده إياه؟ يعني لما رجع خسران، ولو راح يعني في أمل إنه يربح، فليش رجع؟ يعني بكفي إنه ابنه خسره. يعني مثلا إنه رجع مثلا ممكن إنه يخلف غير ابنه، هذا يجيب أبناء، ليش يخلي لهم نفس المصير؟ فهيك أنا رأيي بالنهاية، أنا القصة نهايتها لا، أعتقد إنه اللي إنه يكمل أفضل. شكرا لك نعمان، شكرا. هلا أستاذ يوسف تفضل. أستاذ معتز. أوكي شكرا إيمان. هلا يعني هذا المشهد مشهد الكنز والقراصنة. واحد طلع عنده كنز ثروة هيك على غفلة، يعني لابد من أن القراصنة يجتمعوا حول القضية ويحاولوا يستولوا على هذا الكنز. هاي يعني هاي قصص من التراث العالمي من الأزل. فهذا حصل على الكنز هذا، فهون يعني اختياره كان أن يتحدى القراصنة من جهة. من جهة أخرى، الالتقاطة الأخرى، أنه دائماً إحنا دائماً الطموحات تبعتنا دائماً زي ما بقولوا يعني الحياة أجمل على الضفة الأخرى. الطموحات دائماً موجودة في مكان آخر، وفي الآخر إحنا لا نستطيع أن نضبط قدرنا، زي ما حكى عفيف في البداية. ما من القدر، هذا القدر إذا جاء وكان مكتوب ما إله حل، قدرنا سيصيبنا. فبالآخر، وهي في أكثر من قصة كمان في التاريخ، يعني بتذكر قصة لباولو كويلو أظنها الكيميائي، إنه أنت ما تبحث عنه يعني في النهاية هذولا اللؤلؤة الحقيقية كانت تحت أقدام كينو، كانت في القرية، كانت في عودته إلى السلام وإلى الطمأنينة في القرية اللي عاش فيها، في بلده، في الرحم اللي طلع منه إلى آخره. فما يبحث عنه كان تحت قدميه، وبالتالي الكنز الاستنتاج هون إنه الكنز ليس في اللؤلؤة وليس في الثروة، الكنز موجود دائما في الخيارات الأقرب إلينا. علينا أن نبحث في جيوبنا قبل أن نبحث في جيوب الآخرين، يعني بغض النظر عن قصة الجشع اللي كانت موجودة في المجتمع، الجشع المؤذي، وبغض النظر عن هذا الصراع الداخلي اللي صار عند كينو، واللي جانب منه كان طموحات مع طمع، ليس فقط طموحات، اللي بيطلع عنده كنز يبالغ في طموحاته ويطمع في يعني طالما اللؤلؤة هاي لم يكن يعني لها سعر محدد، كان لها سعر كبير ضخم في خيالات الناس، إنما أصحاب المهنة ما أعطوا هذا السعر، ما إحنا مش عارفين ليش لهلأ. وأنا كملت القصة للآخر، ما عرفت هل كانوا صادقين تماماً أو كاذبين تماماً، يعني قد يكون أيضاً بين. فهون يعني هون الـ خياراتنا الحقيقة هي الأفضل منها، هو ما هو قريب لنا، هو ما هو في متناول اليد، ليس في الطمع وليس في الجهة الأخرى من ضفة، في الضفة الأخرى من النهر. بس سبحان الله، ربنا خلق الإنسان بطريقة مختلفة، وهذا الإنسان وين ما رحتي في العالم هذا هو الإنسان تصيب كل هاي النوازع، الحقيقة نوازع الخير ونوازع الشر، ولما بتكثر وبتتراكم وبتتحالف نوازع الشر على الإنسان، يعني كمان من طبيعة الأشياء في الإنسان إن يهرب، يهاجر، أرض الله واسعة وهكذا. فهي دائما هذا الصراع، صراع الخير والشر موجود في الدنيا. شكرا. شكرا لك يا ممتاز. طيب في سؤال سألته نعمات وحكت إنه يعني ليش هو ما كمل، هو لما يعني أنا حكيت يمكن قبل إنه انتهى حلمه، لأنه حكى إذا عرف ابني سنعرف، كان بده يوديه على المدرسة عشان يصير يعرف، وهو ليش بده يكمل حياته بما إنه انتهت عند ابنه. وبالنسبة لموضوع التجار إنهم شو اللي صار معهم بالأخير، هو واضح بإنه هذا
التاجر اللي وصفه الكاتب وحكى بأنه هو خبير وإنه موجود، هو هذا زي شهبندر التجار، هو كبيرهم، فبالتالي هو ما بقدروا يعملوا أي إشي بدونه. فشكله أنه هو متفق معاهم على اللي كانوا رح يعملوه، أنه أنا بعطيه سعر بخس وبناديكو عشان تيجوا أنتوا كمان تبخسوا بهاي اللؤلؤة، أو بعدين هو بيضطر يبيعهم، ناخدها لما نبيعها بمبلغ 50,000 ولا 100,000 بيزو اللي هي عملة المكسيك، ممكن إحنا نتقسمها بيننا. يعني كان واضح بأنه هم متفقين. هلأ لما تروح مثلاً التجار بتفقوا مع بعض، يعني مثلاً سوق الذهب كلهم جنب بعض، بس ولا واحد فيهم مستعد يبيع فوق سعر الذهب الموجود أو يرخص زيادة، بكونوا متفقين من الصبح شو اليوم بدنا نعمل، اليوم بدنا محدش ينزل مثلاً، تقدر تنزل 3%، أكثر من 3% ما بصير. فبتلاقي سعر القطعة هون نفسها عند هذا التاجر عند التاجر الثاني، نفس الشيء القماش، نفس الشيء العطارين، بتلاقي سعر الأشياء عندهم هي نفسها ما بتتغير. فهذول نفس الشيء عملوا فيه، هو سوق لبيع الياقوت هذول القالق، وهم متفقين على هذا الموضوع. في أستاذ سعيد تفضل. نعطيك العافية. هلا أنت كنت سألت عن الصراع، الصراع الداخلي والخارجي، أنا بسألك هل هو الذي اخترع الصراع ولا فرض عليه؟ يعني هو مش هو يعني كان عاشق للعمل إنه يخترع ناس هناك فو وصارحهم ويقف ضدهم، لا، هم فرضوا عليه هذا الصراع. الطبيب اللي أجا وصار يتحدث معاه عن اللؤلؤة ويطلع وين نظرته بدها تقع، وبعد شوية طلع يحفر محل، هذا هو اللي صنع الصراع مع أيوة. كذلك اللي أجا في الليل وقتله، يعني في كل حدث من حتى التجار لما تآمروا عليه هم اللي صنعوا الصراع. الصراع اللي صار تولد عنده اللي هو مرته أو زوجته أو أخوه والناس اللي هناك اللي عرضوا عليه فكرة الكف ما بتناطح المخرز، إيش راح تعمل، شو بدك تسوي، هيك امشي الحيط الحيط. فهذا اللي مع أنه هو شعر أنه صاحب ثروة وأنه عنده استعداد يكافح ويقف في وجه هذول الناس اللي بيعتبرهم أو اللي هم أصلاً معتدين عليه، إلا أنه ما قدرش يكمل هذا الطريق، ما قدر يستمر في هذا الطريق، لأنه بكل بساطة زي ما حكيت أنت اللي كان رابط عليه الأمل أنه يخدم نفسه فيه، اللي هي أنه بده هذه الثروة من أجل يحسن وضعه، يحسن وضع ابنه زوجته وبيئته. فعندما مات الولد انتهى الحلم بالنسبة له، والأصل أنه لا يعني يكمل، يعني المفروض أنه صاحب الفكرة بما أنه طلع وقتل وإشي هيك أنه يكمل للآخر. يعني كانت النهاية كثير مفاجئة، بعرفش يعني. أنا قرأت مرة رواية اسمها ميميد الناحل لكاتب تركي يشار كمال، هيك نحط في نفس الجو، كمل للأخير، كمل لحتى قتل آغا، فهو كان يعني لازم يكمل ويعني ويستفيد حتى يغير الواقع، بس هون قطع من نص الطريق وقف. شكرا لك، الله يعافيك. تفضل استاذ عفيف. انا بدي اقول انه بالنهايه، لا النهايه هيك لازم تكون مثل ما انهاها الكاتب، لانه لو بدنا ينهيها مثل ما عم يقترحوا الزملاء انه يكفي طالما هو مشي هالمسيرة رغم كل الخسارات اللي اجت، هون عم نقدو لكينو انه عم نجرده من انسانيته من عواطفه، وعم نوصفه بانه انسان مادي جشع مستعد يضحي باغلى ما يملك اللي هو في سبيل الحصول على المال. مجرد ما انه خسر ابنه اللي هو بيمثل لإله الحلم واللي بيمثل لإله الانتقال من مرحلة الجهل لمرحلة الوعي والتعلم، اذا قيد لإله انه يبعثه ليتعلم لحتى هو يصير يعرف، مجرد انه خسر
صار صراع داخلي هون، صراع داخلي وحاسب نفسه، صار عنده نوع من ضمير أو من شعور بعقدة الذنب إنه دفع ثمن أغلى من الجوهرة ذاتها. لهالسبب أنا بمداخلتي إنه لما خسر ابنه نظرته للجوهرة تغيرت، مش قيمة الجوهرة هي اللي تغيرت، نظرته بطل يشوفها إنه ذات قيمة وذات قيمة تخليه تنتشله، صار ينضرها ببقاء وشافها إنه لهت لأنه ما عاش عنده حلم فكبة. فلا النهاية أنا برأيي بنحاج للنهاية اللي كتبها الكاتب، مع احترامي لآراء الزملاء الآخر. شكراً لكم. شكراً لك أستاذ. في أي مداخلة ثانية أو رأي آخر بنهاية الرواية؟ حدا هيك شاف إنه مختلف؟ نعمات كانت رفع إيدها. نعمات هاي أولد هاند ولا جديدة؟ لا جديدة استاذ رفع. تفضلي. بس أنا بدي أرد على اللي يعني الحكاية السيدة فيه، هو أبو يوسف كمان إنه أبو يوسف بيحكي إنه خلص إنه فضل إنه حياته الطمأنينة وإنه يرجع على بلده ويضله، يعني شو بده يعني إنه بده يخليه يعيش زي هي عيشته زي ما هي، يعني مثلا إنه ليش إنه ليش ما تعلم الواحد، ليش ما يخرج من هاي. هلأ هو فقد ابنه فعلا، يعني توفى ابنه وكل شيء، إنما شو هذا يعتبر إن ذي كأنه ثمن غالي إنه بيدفعه هو عشان التغيير. يعني إنه أنا زي ما حكيت سابقا، يعني هو ليش يستسلم ويعيش قدره خلص، يرضى بقدره زي ما هو قاعد في البلدة، شو استفدنا؟ زي كأنه ما صار شيء غير إنه بس فقد ابنه. بينما لو كمل مثلا، هو ممكن لما بده يرجع على القرية ممكن إنه يجيب أبناء لإله. هل هو يعني بده يجيب أبناء لإله معذبين زي ما تعذب ابنه اللي توفى؟ بالعكس، لازم يكون هذا إله حافز إنه يكمل طريقه حتى إنه ما يضل مستسلم يعني لحياته ووضعه اللي هو فيه. ليش تيستسلم وإنه يفضل عيش طمأنينة على التغيير؟ لو كل واحد مثلا بده يستسلم لقدره أو بده يريح حاله إنه يعيش مطمئن، ما كان واحد عمره تغير ولا إنه تقدم ولا إنه حصل على أشياء أخرى. يعني الحياة بدها تضحيات، يعني التضحيات اللي صارت هاي فعلا تضحيات كبيرة وكبيرة كتير كمان. وإنه مزبوط إنها ابنه أغلى من اللؤلؤة، اللي عمله كله عشان اللؤلؤة، بس برضه إنه المفروض إنه كمل، يعني من رأيي طبعا إنه كمل، إنه كانت التضحية كبيرة بس بالنهاية يعني هو يعني زي ما تقولي إنه حقق طموحه، مش بس هو طموحه هو وطموح قريته أو البلد اللي هو عايش فيها، إنه الناس لما تلاقيه إنه مثلاً حقق اللي بده إياه، بس زي ثورة يعني مثلاً إنه للتطلع للمستقبل لحياة أفضل. يعني يعني حتى بس الطبيب، حتى أنا من جشع الطبيب أنا في نقطة يعني هيك استوقفتني شوي، بعرفش إذا صح أو خطأ زي ما أنتوا يعني شفتوا، إنه لما راح يعني طمعه وجشعه لما راح بدي عالج البيبي، هو ما عالج فعلاً. أنا توقعت إنه حط له مادة يعني تمويه إنه إجا بده يعالجه، هو ما عالجه، ويمكن حطت له مادة إنها تقلب منافسه وخليه يستفرغ، في أو حاله أو حال إمه ولأبوه إنه هو شفاع. وهو بالواقع هو زي ما حكى الكاتب من البداية، أمه لما امتصت السم من جسمه ورحت حطت له الورق هذا، تقريبا شفي البيبي، ما كان ماله إشي. هذاك زي كأنه جاء إجا ومرده وبعدين رد شفاع يعني، بس هو كطبيب يعني إنه ما كان قتله أو إشي، يعني إنه استغل البيبي عشان طمعه عشان يحصل على اللؤلؤة. بس برضو في شغلة بس أنا بسأل فيها، إنه كيف قتل البيبي؟ أنا ما عرفت صراحة، ما قدرت كيف يعني مات البيبي؟ من رصاصة منين إجت؟ رصاصة رصاصة عشوائية من بيو، من أبوه، من البي، من لما كان عم يصوب البندقية على قصاصي الآثار للحقوق وشاف واحد رح يوصل للكهف اللي جوانا متخبي فيه لأنه سمع صوت ولد، فأطلق الرصاص وأصاب. بس مش منطقي، لا مش منطقي يعني المفروض إنه البيبي بالبيبي داخل بالنهاية يعني، ما هي الأصل منا العبرة. هلا بالنهاية مثل ما بتحكي الأخت نعمت إنه لا لازم يكفي، حتى لو إنه الابن يعني عادة بالمثل بيقول إنه الواحد بيخطفوا له ولد من اولاده وبيطلبوا فديه من المال، فبيفدي ابنه بالمال، يعني بيدفع بيتخلى عن ماله في سبيل استرجاع ولده. هون ما فينا نفدي مالنا باولادنا، يعني ما بلاقيها منطقي.
انه كفى، وخصوصي انه هو القاتل. يعني لو الولد قتل برصاص حدا تاني برصاص المهاجمين، يعني كان فينا نلاقي له عبره لو توفى. ممكن انه فضل زي كانه رجع انتحر، انتحار كانه رجوعه انتحار. فحس حاله انه انا لوين واصل، وصلت لمرحله عم قوس الحلم، عم بقتل الحلم اللي انا من اساسه ظهرت. فإذا خروجي معش له معنى، لازم ارجع من بعد ما. فلا سبب رجع، ورجع بسره صغيره انه هذا كل شيء من كل رحله تكينه، رجعوا بهذه السره اللي بتحتوي جثه الابن ابنه. زي عوده يائس، وزي كانه يعني انتحار. رجع يائس، رجع خائب الامال. يعني هالرحله كلها كان الثمن كثير غالي، وكانت النتيجه مخيبه للامال، لسبب انه مثل ما قلنا بالاول ما في الواحد يعاند القدر المرسوم له. يعني بس يعرفوا انه هذا هو القدر المرسوم له، بركي كمل، بركي قدره كان افضل. ما حد لازم يشتغل يعمل. لا، ما هو شايف انه شو الخساره، اول مره اول خساره خسر القارب اللي هو بصدر. لما وصل لقى القارب بده يهرب بالقارب بالبحر، لا انه القارب في ثقب، ويعني في عمليه تخريب له، هذا مصدر رزق له انتهى. هلا لما ظهر بالجوهره، لا انه الناس لحقته لحتى تستوعب، واضطر يرتكب اكثر من جريمه. يعني اول شيء قتل حد بيته، بعدين قتل قصاصي الاثار، وصلت لمحل انه لا كمان عم يدفع حياه ابنه. فالاثمان لقاها كثير غالي، وخصوصي انه تسكرت بوجهه الامال. يعني لو عنده ولد تاني بيقول لك انا ايه بكفي، بس ما في يرجع يبلش من الصفر ونقول له انسى وكذا. يعني ما بعرف هذا حل، ما بلاقي انه ترضي القارئ. كان لو انا كقارئ كوجه نظري، يعني ما احترامي للاخرين، واحد عنده راي بهالموضوع. اكيد اكيد، يعني بس انا هذا رأيي، كل واحد له رأيه طبعاً. يمكن رندا عندها رأي مختلف. إن شاء الله. رندا تفضلي. بالنسبة للنهاية أنا بشوفها منطقية. صح إنها كانت صادمة، يعني خصوصاً إنه إحنا كنا عايشين الحلم مع البطل الرواية، وكنا حابين يعني إنه يوصل لحقق حلمه ولو إنه كان بسيط جداً. لكن لو لاحظنا إنه هي أصلاً المحور الرواية كان عن الابن، يعني حتى في البداية. يعني الأحداث كلها بدأت بقرصة العقرب، وهو لما راح يعالج الابن ما قدر يعالج ابنه بسبب فقره، فهون كان الأساس. بعد هيك لقى اللؤلؤة وبدأ يبني أحلامه، وكانت أحلامه كلها متعلقة بأنه يوفر حياة أفضل لهذا الابن. يعني حتى الجملة اللي إحنا يمكن جملة أنه أنا بدي إياه يتعلم، بدي إياه يقرأ، لأننا سنعرف ولأننا سنصبح أحراراً بمجرد أن يعرف. يعني هو ربط حرية العائلة كلها بتعليم هذا الابن، فكانت كل يعني بداية الرواية كانت من أنه هو الأب شايف أنه مش قادر يحقق حياة أفضل للابن، فبمجرد ما لقى اللؤلؤة تعلقت كل أحلام الأب وكل يعني خططه المستقبلية بهذا الابن. فبالتالي لما يعني تم قتله في نهاية الرواية، خلص يعني ما عاد في أي شيء يعني يقدر يكمل علشانه. لهيك أنا شفت صراحة النهاية منطقية، صادمة، حزينة، مؤلمة، لكن يعني بما أنه من البداية كان التركيز على الابن، وبدأت ب يعني التركيز على أنه الأب هذا مش قادر يوفر حياة جيدة لابنه، وأقل شيء ما قادر يوفر العلاج، يعني لدغة عقرب ما قدر يعالج له إياها. فلهيك لما فقد ابنه فما كان في أي أهمية لهاي اللؤلؤة يعني. صحيح صحيح، لأنه الدافع الأساسي اللي خلت كينو يفتش على لؤلؤة مثل ما تفضلتي هي حياة الابن. انتهت حياة الابن، انتفت الحاجة للؤلؤة. هذه بكل صحيح صحيح. شكرا لكم. أستاذ معتز تفضل. شكرا إيمان. هلا انا لقيت في فجوه بالقصه قبل نهايتها لما رجع كينو. الفجوه ما عرفنا شو صار معه في المدينه، ما عرفنا هل قدر يوصل للتجار، هل حاول يبيع
للؤلؤة ما عرفنا ما عرف هذا فراغ تركنا إحنا فيه فراغ وين هون وين أي مقطع قبل النهاية ما عرفنا ما راح مش كان بده يروح وبعدين ما وصل ما وصل ما وصل لا لا ما وصل بقي عم يطاردوا القصاصي الآثار وما وصل ما وصل صح طيب تمام ممتاز على كل حال النقطة النقطة الثانية اللي إلها صلة في هذا الموضوع عودته إنه فشلت المحاولة يعني هذا التحدي لموضوع القراصنة فشلت المحاولة واضح فهون يعني كمان كإسقاط على على حياتنا كم من الشباب والأقارب والأصحاب اللي يعني عندهم محاولات الهجرة منهم من وصل منهم من لم يصل على كل حال كل من عاد من التجربة فاشلا كل من عاد فاشلا مش ناجحا كل من عاد فاشلا كان في غموض في قضيته كان في غموض بالأحداث اللي صارت معه وصل ما وصل شو صار معاه إلى آخره ما بنعرف فهون يعني عودة الفاشل دائما الحقيقة مؤلمة يعني مؤلمة مؤلمة جدا عودة الفاشل هون يعني كينو بده يقنع نفسه يعني كيف بده يقنع نفسه إنه لابد من العودة هاي مش قضية والله انه ليش ما كمل كان لازم يكمل كان احنا ما بنعرف هذا الرجل او هذا المهاجر او هذا المحاول او هذا المغامر كيف راح وكيف رجع احنا لا ندري يمكن القصه فهمنا اجزاء منها انما لم نفهم الاجزاء الاكبر والاهم في اسرار وفي خفايا يعني يمكن الكاتب اختار ما يحطها لانه بده يتركها لخيالنا وبالتالي عودة يعني عودة المهاجر الفاشل أو صاحب المغامرة الفاشل عودة مؤلمة وبتصور نهاية القصة بناء على ذلك مؤلمة شكرا شكرا لك أستاذ عفيف أنت بس رفع إيدك لا قديمة أستاذ سعيد تفضل أنا ما بعرفش يعني بدي أظل أكد إنه الإنسان لازم يضحي من أجل حياته وحياة أولاده وحياة مجتمعه وين مبدأ التضحية يعني في التاجر أو اللي كان تابعه هو وقصصين الأثر كان حامل بندقية يعني حامل له الموت في طريقه عليه كان حامل له الموت ولو تمكن منه لقتله قتل زوجته وقتل ابنه وين دورك ما احنا عندنا في مفهومنا الديني من قتل دون ماله فهو شهيد صح فيعني المفروض في مبدا للتضحيه مبدا انه يعمل إشي من اجل حياته ما هو انت بتقدم حياتك دفاعا عن مبادئك من اجل تعيش انت واولادك في حريه وامان مش لازم يعني انه يسلم بسهوله هيك انا يعني هذه فعلا مثل ما حكى ابو يوسف يعني الفجوة هذه اللي هي صارت رجع يعني خلص قتل ابنه كيف قتل ابنه ما عرفناش حمل حاله واجى راجع زت طب اقل ما فيها يا سيدي دفعوا لك 1500 روح بيحب 1500 وخلي يكون معك شويه مصاري يعني كثير كان دوره سلبي او المثبطي يعني فكره التثبيط فيها عالي ما بعرفش طبعا هو يعني بتختلف المجتمعات من مجتمع لمجتمع يعني احنا بالنسبه لنا بنعرف انه يعني اللي بيقدم حياته بهب الحياه لاخرين الانسان لما بيستشهد عندنا بتطلع امه وزوجته وبنته وزغرته له مش انه يعني لانه بيقدم شيء من اجل كيانه فليه يعني وين مبدا التضحيه هون ما فيش اي مبدا للتضحيه بعدين يعني ابنه ما كانش يعني على عين راسي ابنه يعني المستقبل خلينا نحكي كان مفروض انه ما بنتهي المستقبل بموت شخص يعني كان لازم انا يعني مصمم انه لازم يكمل ويقتل الثلاثه اللي تابعينه وحاملين سلاح عشان يقتلوه ويكمل ويرجع بشيء جديد قتلهم هو بس ما كمل ما كمل انا معك ما جاب شيء جديد للقريه
ما جاب شيء جديد للقرية، هو رجع خلاص بعد ما قتلهم بعد كل هالهذيك رجع وزت المحارة أو اللؤلؤة في البحر وانتهى دوره. لا، كان مفروض يكمل ويرجع يفتح أفاق جديدة في القرية، يجيب العلم، يجيب إذا متعلمش ابنه في ابن أخوه، إذا متعلمش ابن أخوه هيك يعني يفتح أفاق جديدة في القرية، أفاق علمية. بس إحنا إذا نضل هيك في، أنا أعتقد أنها سلبية قاتلة وكل واحد بتخلى عن دوره. لا، كل من لما لقى الجوهرة لغاية ما رجع ورماها وكل كان يتآمر عليه. يعني في لحظات هيك أنا كنت هنا أقرأ، كنت أشعر أنه أخوه كان يكون من ضمن المتآمرين. يعني هذا الإحساس اللي أعطانا إياه الكاتب فعلا. بالضبط. فأنا بقول لا، كان لازم يكمل ويجيب إشي جديد لبيئته وغير. ويعني كيف كانوا الناس تطلع لأوروبا وترجع متعلمين وإشي وغيروا واقع وبيئة معينة، فلازم زي هيك. أنا برجع بحكي بأنه الكاتب يعني الكاتب أمريكي، لكنه اختار أنه روايته هاي تكون في بيئة في المكسيك وفي منطقة فقيرة جدا بالمكسيك. ستة ما قريبين على بعض، هم بيعرفوا يعني أوجاع هذه البيئة، يعني هم يمكن مساهمين فيها. لا بدي أحكي عن موضوع أنه يرجع أو يحسن. برجع مرة ثانية وبحكي الصراع الداخلي اللي كان عند كينو، اللي هو الشيطان زي ما بيقولوا، والله وزوا الشيطان، يعني ليه عملت كده، والله الشيطان وزني، المصريين هيك بيقولوا صح. فوسوسة الشيطان وأنه هاي اللؤلؤة مغموسة بالدم، لما شاف الدم بعدين، يعني احنا قلنا انه زي هي كرة الساحرة، شاف فيها بالاول الاشي الكويس الخير، زواجه، ابنه، تعليمه، والبندقية اللي اشتراها، بعدين شاف الاشي اللي مش كويس، شاف الدم فيها، شاف بانه مرته دايرة ظهرها الى ورايحة، شاف بانه ابنه في دم بنزل من جسمه. فهو زي كأنه توقع المستقبل اللي صار، زي كأنه الكرة هاي أعطته الخيارين، إنه أنت ممكن تكون هيك وممكن تكون، فهو ما عرف وين يختار. نعمات إذا حابة تحكي شيء. بس بدي أحكي شغلة هلا، إذا كان ما ناخذ يعني عبرة من القصة، فأنا بتصورها إنها ما في عبرة، إنه مش رح تكون العبرة مثلا إنه الواحد ما يعمل إشي يضل يسلم. بس إذا كان مثلا الكاتب قصده بس إنه يسلط الضوء على طريقة عيشتهم وكيف وضع القرية وكيف يعني كيف تفكيرهم كيف أمورهم كلها، فهذه هاي أوكي، هذا الهدف من القصة. أما لو بده يأخذ عبرة من القصة الواحد، يعني مش العبرة، مش هون النقطة بس إنه يركز على طبيعة أو كيف عيشت هؤلاء الناس. Thank you. شكرا حليمة. هلا. يعطيكم العافية. بلا مقاطعة لكم، لازم ألاقي يعني مع احترام أراءهم وهيك، بس هم ناسين انه هو انسان بسيط. يعني البطل قاعدين نحكي عن انسان بسيط، انسان مش متعلم، يعني هو لقى لؤلؤه، مش لقى والله عقليه جديده ولا فتحت له افاق جديده، يعني انسان تفكيره على قده. فخلص الانسان خلص بفكر على قد يومه، يعني انسان حكى لك انا باكل هيك وبعمل هيك وخلص، يعني اصلا هو مش شايف اشياء تانية بالحياه، يعني ما عنده مدارك تانية اصلا يعني انها موجوده. فأنا مستغرب ليش يعني أنتوا بتحكوا من وسع، لأنه أنتوا الناس مثقفين ومتعلمين وعندكوا نظرة للحياة يعني، بس هذا إنسان بسيط. يعني أنتوا ما تقارنوا حالكم بهذا الزمن وبهذا الوعي بإنسان بهذاك الزمن وعلى الفقر تاعه وعلى العقلية تاعه اللي حملها يعني. بس هو هذا النقطة اللي عندي. يعطيك العافية. شكرا لك حليم. أستاذ عفيف، كنت رافع إيدك ونزلت، تفضل إذا عندك كلمة أخيرة. لا، أنا بس كنت عم بقول إنه بالنسبة للتضحية اللي كان عم يطالبوا فيها لكينو، هو الحقيقة ما تخلف عن التضحية وعن الدفاع عن عائلته، بدليل إنه تركته بالكهف وطلب منها إنه في حال أنا قتل تتوجهي على مدينة معينة وتكفي حياتك، وحاول هو يتسلل لحتى ياخذ البندقية حارس وقتل واحد او اثنين، وبعدين اصاب بالخطا ابنه. وبالتالي لما رجع على القريه، رجع مثل ما قال ابو يوسف، رجع وجايب معه سبب فشله،
يعني قال أبو يوسف إنه الفاشل معرف شو هو، رجع وجاب سبب الفشل اللي هي جسة ابنه بالسرة، وأنا بطلت كفي هالمشوار لأنه هذا السبب الفشل اللي خلاني أفشل بمسيرتي، مسيرة تغيير حياتي، لأنه انتفت الحاجة من هالتغيير هذا. يعني رواية حلوة، حلوة الرواية. شكرا لكم. شكرا لك استاذ. في يعني فينا يمكن سمعت تعليقات ناس حكوا إنه ما كان في تفاصيل كتير، في إشي معطوه بالرواية، في إشي، فهي في بآخر الرواية الصفحة اللي من وراء مكتوب فيها في المدينة كانوا يتنقلون قصة اللؤلؤة العظيمة، كيف وجدت، كيف فقدت ثانية، كانوا يروون حكاية كينو صياد اللؤلؤة وزوجته جوانا وطفله كواتيتو. وبما أن القصة كانت تروى على هذا المنوال عادة، فقد حفرت جذورا عميقة في عقل كل إنسان في المدينة. وبما أن الجميع كانوا يعيدون حبك القصص التي سكنت في قلوب الناس، فقد كانت هناك أشياء جيدة وأخرى سيئة، وأشياء سوداء وبيضاء، إنها أشياء طيبة وشيطانية، ولا شيء بين بين، كما في كل زمان ومكان. وإذا كانت هذه الحكاية تنبح بالمثل، فقد يأخذ منها كل واحد مغزا أخلاقيا خاصا به، ويعيد قراءة حياته الخاصة انطلاقا منها. قالوا في البلدة أن له أي الجملة اللي مكتوبة في نهاية في آخر الصفحة في الكتاب، الكاتب كتبها لكنه لم يضمنها داخل المحتوى، يعني ما بدأ فيها بالبداية بس حطلنا إياها من برا. في النهاية يعني هي قصة، يعني قد تكون حقيقية قد تكون مش حقيقية، هي قصة في النهاية تناقلتها الأجيال وتناقلها الناس، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غير صحيحة، ممكن ضافوا عليها أشياء ممكن ما ضافوا عليها أشياء، لكن في النهاية أي شيء بنقرأه يعني فيه أكيد فيها عبرة. العبرة فيها إنه إحنا يعني أنا اللي شفته إنه الإنسان لما يصير تغيير بحياته، يعني هذا الشخص اللي كان عايش حياة طبيعية بيطلع على شغله بصيد برجع بياكل الأكل بتخبزه زوجته بتأمل الطبيعة برجع المساء بيتعشى العشاء البسيط بينام بصحى ثاني يوم، يعني كانت حياته روتينية، وبعدين صار في عنده حدث صار. فكل إنسان بصير عنده حدث بدي يتعلم من الحدث اللي صار، سواء كان سيء سواء كان جيد سواء كان خير سواء كان شر. فالكاتب كأنه بده يوصلنا إنه أي حدث بصير في حياتنا، أي تغيير بصير على نمط حياتنا وعلى روتين الحياة، بدنا ناخذه، بدنا نشوف إحنا وين بدنا نمشي فيه، هل هو خير نمشي فيه بالخير ولا هو شر بدي أكمل فيه بالشر ولا أقطعه وخلص وأحكي أنا ما إلي فيه. فأنا شفت بأن الرواية لا أعطتنا يعني طريق أنه نمشي فيه أو نتعلم منه، أنه إحنا لما تيجينا يصير في عنا تغيير على الحياة اللي إحنا عايشينها نكمل، بس ما نكمل بسلبية أو ما نكمل بإيجابية عظيمة. يعني أنا إذا بكرة رحت المليون والله ما رح أعرف شو رح أعمل فيهم بصراحة، يعني رح أحوس لأنه أنا بحياته ما كان معي مليون، وبالتالي أعطيني إياهم أنا بس تصرف فيهم أنا بعرف هيك فيه. بس فعليا لما ييجوا يعني الواحد هيك ببيع شغلة بحوس بالفلوس، إذا بعت سيارة بصير بصرف بالفلوس وبعرفش بعد هيك بدي أشتري سيارة ولا لا، فبلاقي حالي إنه أنا صرفت الفلوس وأنا ما بعرف وين راحت. فلا هو حلو إنه إحنا كويسة هاي الرواية إنه إحنا لما يصير تغيير بحياتنا نفكر فيه بطريقة يعني شوي إيجابية عشان ما نخسر بحياتنا كثير. في حدا عنده حابب يعلق أي تعليق أخيرة أو يحكي أي كلمة أخيرة؟ أوكي، إذن هيك أنا بنهي هنا وشكرا كثير لكم. والأسبوع الجاي إحنا رح يكون عندنا كمان زوم، رح يكون في معانا كتاب اسمه الروائي الساذج، سلمى الأشهب رح تقدمه، فبنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس الموعد على الساعة 7:30. وشكرا لكم، يعطيكم العافية. على عافية كيفاً.
باي، مع السلامة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ سعيد، مع السلامة. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك، أهلا فيكم. شكرا يا إيمان. شكرا لك أبو يوسف، مع السلامة. إيمان في يعطيكم العافية جميعا. يعافيك يعافيك. الله يعافيك أستاذ عفيف. نعمان على المجموعة هيك الأكثر نشاطا أو القيادة الفكرية، فلازم تبينوا له أنهم يعني إيمان وأبو يوسف وسلمى ودانا، هذول الأربعة هم الفاعلين الأكثر نشاطا في هاي المجموعة. صحيح. عرفتم يا أخي أستاذ إيهاب، إيمان وأبو يوسف وسلمى ودانا جودة، هذول الأربعة الأكثر نشاطاً فينا كلهيتنا. والله يا صديق يا صديقي سعيد، وينك الفكرية تبعتنا؟ شو 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 قيمة، يعني عن نفسي بحكي، شو قيمتنا بدونكم؟ لا لا، احنا كلنا مع بعض، بس انتم فعلا انتم كلكم يعني أكثرنا نشاطاً، وانتم بترتبوا، يعني احنا مشاركتنا يعني بتكون مكملة لنشاطكم. الله يعطيكم العافية. هذا المنطلق يعني الفضل ينسب لأهله يا سيدي، انا هيك طبيعتي بحكي دائماً. وشكرا لكم. الله يعطيك العافية أبو محمد. تسلم تسلم حبيبي. شكرا لك، شكرا لك أستاذ سعيد، شكرا لكم، يعطيكم العافية. حياكم الله. مع السلامة، مع السلامة، شكرا.